يعتبر جوهر عملية التنمية. حاجة في بعض الورش هو حب الاستطلاع والصناعة والأفكار الجديدة. كيف يعني في المصنع هنا يمر على 4 مراحل تحوالي. فلذا التصنيع مهم جدا، مهم جدا وأساسي، ولا تنمية بغير التصنيع. الصناعات المحلية هي عبارة عن نمط من أنماط السير التنموي يقوم بها المجتمع في داخله، وكأنها تمشي بالنوع التلقائي للتنمية. بديت في مجال الصناعة، كانت هي من وقت مبكر، يعني من تقريبا من سني 13 سنه وانا في سادسه ابتدائي. كان التحقت في بعض الورش، والتحاقي في بعض الورش هو حب الاستطلاع والصناعه والافكار الجديده. كان عندي هايس، يعني عندي هايس يعطينا الاشياء هذه، حس انه في شيء في بالي بسويه مستقبلا. فالتحقت ببعض الورش لانه فيها مهنه لحام. بالنسبة للحام أنا عندي كان بداية لتطويري، إذا عندي أفكار أقدر أسوي اللحام، أقدر أسوي لي مكان يلبه، أقدر أسوي لي خططي اللي فيه غير المهن الثانية. هي أيضا تلبي حاجة المجتمعات، لأنها هي تعرف الحاجة يعني بما فيها من بيئة، بما فيها من احتياجات. أيضا هي توفر هذه السلعة بأسعار معقولة، يعني مقتدرة بالنسبة للمجتمع. الآن حالياً الصناعات الموجودة فرازات العسل، الشماعات المحلية، العربيات بأنواعها، الثقلات حق العسل، مصبات العسل. بدأنا في صناعة الشماعات من 2010 تقريباً. تستعمل مواد أولية محلية في الغالب. الصناعات المحلية أيضا هي تفيد البلد بشكل عام. فرازات العسل هي يعني صناعة مش غريبة، هي قديمة في السوق، بس كان في خاري وبس ضعيف جدا، يعني ماشي وارد منه. وفي صناعة محلية ما هي بالكل. نحن حبينا ندخل في شغل الفرازات وطورنا العمل. هذه الفراز هي أصلاً عبارة عن برميل خاص يطرح فيها إطار الشمع ويفرز العسل من الشمع. يعني كان أنتنا بننظر نحن للطرق القديمة والسابقة، كان أول باليبوح، على قولهم الجبوح أو الصناديق، كان فيها أقراص من دون إطارات خشب تمسك الأقراص. يحاول النوبي إذا بينزل عسله ينزل القرص ويعصر القرص بيده أو عبر الشمس أو عبر آلة ضغط، تمام؟ فهذا يضيع وقت وجهد على النحال، يعني غير الفرازات. الفرازات الآن يا أبو الطرق الحديثة للفرازات هي خلايا النوب، وحطوا فيها الإطارات والنوب بنى الشمع فيه وحط عسله
جات هذه الفرازات وفرت عليهم الجهد، حيث ان النحال يشتري الفراز ويطرع عسل في الفراز يفرز، ينزل العسل ويبقى الشمع. العربيات اللي عندنا يعني في السوق هي بضاعه موجوده، في الزين وفي اللي عم تقول اللي هو دريه ثانيه، هي رقم واحد في دريه ثانيه، لكن السوق نحن يتطلب عاد اقوى من الطلب اللي في السوق، اقوى من البضاعه اللي في السوق. بالنسبه للخاري يعني في مشاكل حصلت، في مشاكل من ناحيه الصناعه، من ناحيه القوه، يعني المعلم دائما يشتكي من تبديل العربيات، وهذه الفكره نحن جاءت لها من قبل المعالمه نفسهم، يعني اعطونا احنا الفكره، ايش رايكم تسوون نحن طلب خاص يعني بمواصفات معينه، يمدي بدل ما يمدي معنا 3 شهور 4 شهور، يمدي معنا 1 أو 2. في عربيات المحبب، هذه بتر محبب عادي زي العادي، منها نوعين، في منها رقم واحد وفي منها رقم اثنين، نفس الحي ونفس الجودة، وفي أنواع ثانية خاصة بالمعامل. الصناعة المحلية تنشأ يعني أحياناً كما قلنا تلقائية، بمعنى أنه المجتمع يحتاج إلى هذا، يعني يبرز بعض المبدعين من أجل يعني إيجاد بعض يعني الحلول لما يحتاجه المجتمع. هذه طواحين العلف كان فكرتها من اصحاب المواشي، من اللي يربون المواشي، كان هم دائما يشتكون من التوالف الزايده من القصب والقضب، يعني الاغلام ما تستهلك كل الموجود اللي تعطيها جاه، لانه في بعضه يتعرض للبول والثرى جاءت هذه الفكره انك تسوي نحن نسوي طواحين علف، هي تقريبا انها موجوده خارين، لكن احنا طورناها محلية يعني بتقول تكون قريبة على المستهلك ورخيصة بالنسبة للسعر، نحن سويناها لكي تطحن هذه الأعلاف اليابسة. الأفكار المستقبلية معنا في مكاين خاصة بتكبيس الحليل، تكسير حبة الدوم، دوم العلب بتكسيره وتنزل الحليل منه. جات قصة ماكينة الحليل الدوم، كان أهل البيت اشتروا جونية خاصة، واشتروا جونية تقريبا نص قامة يعني حجمها، للتكسير لاستخراج الحليل منها، فحسيت انه هذا بيضيع وقت يعني، فكرت ان صنع ماكينه خاصه بالعمل هذا، والحمد لله يعني بدينا في فكره الماكينه هذه وانجزت ونجحنا في تصنيعها، وانجزت انجاز يعني غير اعتيادي يعني، الحمد لله يعني بمستوى تقريبا في اليوم 10 يواني او 15 يونيه في الانتاج. وانتاي الماكينه تقريبا في خلال الساعه، وانتاي الحدي يعني اللب، استخراج اللب من الحب وتكسير الحبوب لحالين في خلال ساعه تقريبا، انتاي الماكينه في الجونيه الواحده. مدينه تريم مدينه صناعيه واغلبهم حرفيين، وكل اصحاب الحرف يصنعون مكاينهم غالبا يعني يصنعون مكاينهم بيدهم. بعض المنتجات وصلت على مستوى الجمهوريه، يعني على مستوى المحافظات الجمهوريه اليمن كلها.
بالنسبة للتصدير عندنا طموح، يعني نحن ما بدأنا في العمل ده ولا بدأنا في الأفكار، ولا عندنا نحن طموح إن حنصل لمستوى المصانع العالمية مش المصانع المحلية، ونامل إن شاء الله إن حنكون يعني على مستوى حسن الظن يعني، وإن شاء الله يعني بتقول نلاقي إن شاء الله نلاقي يعني استحسان الزباين والمستهلكين. حضرموت مستقبلها نقول إن شاء الله يعني إذا في استقرار في الأسعار، استقرار في البلاد، إن شاء الله نقول بتنافس عالميا في الصناعة، مش على مستوى الوطن العربي ولا عالميا، على مستوى العالم. شعب حضرموت شعب صبور ومكافح ويحب الاتقان ومتقن في عمله وصادق، وعشان كذا يمكن يعني إذا حصل له فرصة يمكن ينافس عالمياً في الصناعات. أوجدنا هذه المنصة لتقولوا عبرها ما شئتم، تصل أصواتكم للمسؤولين وصناع القرار. لما كنا نذهب ندور المي ما فيش، أيام والناس تعاني وطرق مقطوعة، أسابيع طويلة لكي نحصل على دبة الغاز. نناقش المسكوت عنه ونسلط الضوء على بقع الظلام. نحن حقا الإنساني، لا يراعون امرأة، لا يراعون شيخ. توفير رواتب أسوة بجميع القطاع الحكومية. المنصة برنامج مخصص لكم ولآرائكم، لأنكم اهتمامنا الأول. بداية الفكرة أو سبب الفكرة هذه كون البلد يعني يحتاج إلى مثل هذه الصناعة، وخاصة لأن صناعة يعني من ناحية الكلفة الكهربائية وكذا يعني مناسبة جدا، أيضا السعر مناسب للمواطن اليمني، ولذلك من هنا جاء التفكير في تصنيع المكيفات هذه المحلية من هذه النواحي ونواحي أيضا أخرى، مثلا الطفي الكثير للكهرباء، فهذا المكيف المحلي يعني يشتغل بأي ماتور، يعني بحيث انه المواطن يستطيع ان يشتري ماتور لبيته، يستطيع من خلاله ان يشغل هذه المكيفات، مقارنة بالمكيفات مثلا الخارجية فصرفيتها للكهرباء أكثر، ولذلك لا يستطيع المواطن أن يشغلها إلا بالكهرباء العامة، فمن هنا جاءت الفكرة. التصنيع يعتبر جوهر عملية التنمية. ليه؟ لأنه المجالات الأخرى غير الصناعية هي تتأثر بالتصنيع، فالزراعة تحتاج إلى معدات، والتجارة تحتاج إلى وسائل مواصلات، وكل الخدمات وسائل الخدمات التي تقدم مثل مثلاً كهرباء، اتصالات، إنترنت، أي وسائل أخرى، كل هذه الخدمات تحتاج إلى آلات، هذه الآلات يوفرها التصنيع، فلذا التصنيع مهم جدا، مهم جدا وأساسي، ولا تنمية بغير التصنيع. المكيف يعني في المصنع هنا
يمر على 4 مراحل حوالي. المرحلة الأولى طبعاً هي مرحلة التشكيل، تشكيل أجزاء المكيف. يتم تشكيل أجزاء المكيف من الألواح هذه الصاج. نشكل أجزاء المكيف حسب المقاس المطلوب من خلال الآلات الموجودة. المرحلة الثانية يتم التجميع، تجميع هذه الأجزاء التي شكلناها أبواب من أرضية وغطاء وهذا الخرطوم، نجمعها ونشكل منها المكيف بشكل عام، الظرف يعني احنا نسميه ظرف. يمر بالمرحلة التي بعدها وهي مرحلة البويا. طبعاً البويا هي البويا الحراري البوليستر، بويا حراري تخضع للفرن الحراري وتكون درجة الحرارة 200 درجة. المرحلة التي بعدها يعني مرحلة تركيب الأجزاء، أجزاء المكيف الداخلية، يعني هي أجزاء يعني كهربائية أغلبها، مفاتيح، مروحة، طرمبة الماء، طرمبة الماء، أيضا الصبابات، صبابات الماء وغيرها من الأجزاء الأخرى يتم تركيبها في المكيف. المرحلة الأخيرة الرابعة وهي مرحلة الفحص. المرحلة هذه يتم فيها فحص المروحة من حيث تشغيلها، سرعتها، من حيث ضمان الكهرباء، يعني حيث أنها ما تهرب كهرباء وكذا. المرحلة الخامسة طبعاً مرحلة التصدير. من المحافظات التي تصل إليها هذه المكيفات محافظة مأرب، محافظة صعدة، محافظة الحديدة، أجزاء منها يعني الأجزاء الصحراوية منها. الأسعار في هناك فرق كبير، يعني يمكن يكون 40% في فارق. قد صدرنا إلى الخارج إلى بعض الدول المجاورة. بالنسبة للجودة هذا هو تركيزنا الأساسي في صناعتنا. في هناك صناعات رديفة تدخل ضمن التكييف والتبريد، من ضمنها برادات الماء. برادات الماء
عندنا أحجام من بردات الماء صنعها في هذا المصنع، وهي 4 أحجام، والأحجام تكون على أساس سعة الحوض، يعني اللترات التي يسعها الحوض البراد. أيضاً أضفنا ملحق آخر، وهو تصنيع صناديق الكهرباء بشتى أنواعها، صناديق عدادات، صناديق طبلونات غيرها، لأنه نستفيد من نفس الآلات التي نصنع بها المكيفات نصنع بها هذه الصناديق. قد صدرنا إلى الخارج إلى بعض الدول المجاورة. عدد العمال عندنا يتفاوت بين الصيف والشتاء. بالنسبة للطموحات المستقبلية، نحن نطمح أولاً نطمح أن نضيف لمسات أخرى على المكيف هذا الموجود، بحيث أننا نواكب العصر ونواكب التكنولوجيا به. صناعة قوية متينة قادرة على تلبية السوق المحلية وقادرة على المنافسة خارجيا. هذا أيضا يعني أوجد يعني قبول في الخارج. كل هذه ممكن تأتي الدولة وتمنع مثلا بسياسة تسمى سياسة اقتصادية من أجل أن تشجع المنتج المحلي فتمنع استيراد هذه السلعة. ما الذي عند الناس؟ لا يوجد عندهم إلا أن يتجهوا إلى الصناعة المحلية فتزدهر هذه السلعة.